على الأوبيزيتي عند يعني فترة الطفولة، كيف لازم نتعامل معه، والأكل الصحي خفيف نظيف. كارلا، صباح الخير جوزيف. صباح الخير، أخبارك؟ ماشي الحال. طبعا. كنا عم نقول انا بشوفك اصلا بنزل كوليسترول 10% دغري هيك ديركت عم بصوري. كنا عم نحكي عن الزبده بالباف بيستري وكيف انه ما فينا نعمل بات فيتي من دون زبده. ما صحيح. هيك هانيا، يعني بالاكل العادي يمكن الواحد بيقدر يتخلى. صحيح. عن الزبده، عم السمنة اكيد، يستعمل زيت زيتون، بس بدك تعمل بات فيتي بس انت عندك كثير افكار بالحلويات بزيت نباتي. صح، فينا نعملها بزيت او على الاقل تخفف كميه الزبده اللي عم تستعملها، او تاكل قطعه صغيره. في زبده غير عن زبده؟ هلا اذا بدك من وراء تجربتي المتواضعه، ما افضل انه ما تبدل. انا بفضل نستعمل الزبده المضبوطه، زبدة الحليب الأصلية، من أنه نستعمل شيء بيشبه الزبدة أو تقليد الزبدة. للطعمة أطيب، يعني بتنبسط فيها أكثر للقطعة اللي عم تاكلها. بس أنت بدك تكون عم بتحكم عقلك وتاكل قطعة أصغر، أو تاكل مرة واحدة مثلا أشياء فيها زبدة، ما يكون هيدا استهلاكنا اليومي. هيدا أنا بلاقيها الطريقة الأزكى للواحد يخفف. هلا اليوم بالنسبه للسمنه عند الاطفال، رح نشوف انا وياك جوزيف شو طلعته الهيئه اللي بتعنى بالسمنه عند الاطفال بال WHO او منظمه الصحه العالميه. شو طلعت هلا توصيات لحتى للكل، يعني للاشخاص اللي هن اختصاصيه اللي بيشتغلوا مع الاولاد، بس كمان للاهل. وكثير مهم انه اليوم نفتح عيوننا ودينينا مظبوط، لانه بمجرد انه انتبهنا لهالتوصيات اللي هي سهله ودائما منرددها بتنحل عنا مشكله. قد ايه كمان المشكله النفسيه افضل، يعني او بصير في عنا عاده، العاده مهمه من الطفوله، يكونوا معودين على الاكل الصحي لانه ما نلاقيه صعب. هلا رح تشوف احدى النقاط مش من الطفوله، قبل ما يخلق الولد، يعني هو والطفل ببطن امه، يعني لهالقد عم نرجع لورا، مش بس بلشوا من هن وعمرهم 5 سنين 6 سنين سنتين، هن هو والولد ببطن امه لازم يكون عم ننتبه على التغذيه الصحيحه. نعم. اول شيء جوزيف، وهيدا كان كثير مهم وكثير شددوا عليه، هو كل شيء يعنى بالدعايات او ما يسمى بالبروموشن او كل الامور اللي بتخلينا ناكل اشياء صحيه او لا. يعني اول شيء نطلب انه يصير في اكثر تواجد للاكل الصحي بالبيت، بالمدرسه، بالسوبر ماركت، بالمطاعم، وين ما كان. وهيدا اساس انه الولد ياكل بطريقه صحيه، انه نقدم له اكل فريش، اكل طازه. وهي كيف بيصير؟ وقتها انت تكون بمحلات متواجده فيهم هالاطعمه. اذا لقى، كيف بدك تقول له للولد كل اشياء صحيه اذا ما بتشتري بالبيت، اذا ما في بالمدرسه، واذا اخذه على مطعم ما في اشياء فريش؟ بنلاحظ انه دائما عندك امور اب تو ديت، يعني دائما بتكوني جاهزه للامور اللي اتعملت عالميا لتنقليها بلبنان. كارلا، في قصص او راجل بتكون عندك اياها بتتغير مع الوقت، مع التطور بتغيري رايك فيها مع الدراسات؟ في امور مثل مثلا استهلاكنا للحليب ومشتقات الحليب اللي مش ضروري تكون قليله الدسم. هلا عم بيقولوا ما علينا ناخذها كامله الدسم، اللي هي تجددنا فيها وقلنا لا ما عليه، اللي كنا قبل نقول جيبوا حليب واجمان وقلبين قليله الدسم، هلا صاروا عم بيسمحوا فيها. بقى هالامور تتطور فيها، بس في اشياء ثابته ما بتتغير منها هالامور اللي عم نحكي عنها. مثلا هلا عم ينطلب يدخلوا تاكس على كل شيء مشروبات محلات، مش بس مشروبات غازيه، اي نوع شراب في سكر، وثلاث ارباع انواع الشراب الموجوده، او ما بدي اقول عصير، ما لازم نسمي عصير لانه منه عصير طازه، في سكر كثير. وهيدا عم بيكون على لائحه الكبيره انه لزياده نسبه السمنه عند الاطفال. مشان هيك هلا كمان انطلبت الهيئه بمنظمه الصحه العالميه انه يدخلوا تاكس او ضريبه على هالمشروبات. نفس الشيء كمان مطلوب انه نخفف الدعايات الموجهه للاطفال، خاصه على السناكس اللي منهم كثير هيلثي. يعني وقت يكون نحن بنعرف انه بهالوقت الاولاد عم بيحضروا تلفزيون، او الاولاد بمناطق او باماكن بيلعبوا فيها الاولاد، ما يكون في
هالدعاية القوية للأطعمة اللي منا بس عم بصير العكس بالمحلات. إذا بتلاحظي القصص للدايت يلي هي فيها أنقص إنجريدينس السكر مثلا أو الزبدة أقل بتكون أغلى من اللي فيها زبدة وسكر. كمان هيدا لازم نحن نفكر بالموضوع، يعني أنت مش ضروري تركض على الأشياء اللي فيها مكتوب عليها لايت ودايت وتعدلت، أنت اركض على الأشياء اللي هي الطبيعية. يعني أنا بدل ما اركض اشتري دجاج ناجتس بروح بشتري الدجاج، هو كتير رخيص وأنا بعمله ناقص، بس بده يكون عندك وقت، يكون عندك لك جلاده وبتحب تعمل هالقصص. هدول الامور بالعكس ارخص لك اذا انت بترجع للاشياء الاساسيه. كمان ما نكمل وعم ننسى كثير موضوع بننساه كثير جوزيف، هو زياده الحركه الجسديه. بس في عندنا مشكله كبيره، اول شيء لازم الاهل وال مثلا بالمدرسه المعلمين يشجعوا الاولاد انه يتحركوا، مش انه انا اجبره يركض يلف الملعب مثلا 10 مرات. بتذكر كنا يعملوا لنا اياها بالمدرسه بساعه الرياضه انه ما في اكثر شيء بزهي من انه لف الملعب ركود، لا نعمل اشياء بتسلي، نخلي الولد بفرصة فرصة الساعة 10 يلعبوا، وهيدا اللعب لحاله هو رياضة. نفس الشيء مع الأهل. هلأ المشكلة الأساسية اللي عم نشوفها أنه ما في أماكن لا سيف أو آمنة للولد يلعب، وهون بما أنه نحن بفترة انتخابات بلديات إن شاء الله هالبلديات اللي رح تطلع تفكر أنه تأهل جو أو أماكن عامة من دون ما الأهل يضطروا يدفعوا مقابل لحتى هالولاد يظهروا يتحركوا ويلعبوا. يعني بتقولي لبنان الأخضر ولبنان المساحات واللي بيمشي فيها الإنسان، أوكي في عنا مساحات بعيدة يمكن مش عم نقدر نستفيد منها أو ما في عادي. منروح على بلدان أوروبية مثل وقت أنا رحت بالبر من كوت دازور على جنيف، شفنا في مساحات ما في بيوت حدا مأهلين بعض الطرق والمناطق والجنينات لممارسة الرياضة والمشي، يعني المشي أو البسيكلات، إنه ما تقلي في أولاد ما بيحبوا يظهروا يلعبوا على البسيكلات أو يلعبوا على سكيت بورد، إن كان صبيان أو بنات كله. بس نحن بدنا نكون أهل مطمنين لنسمح لأولادنا أنه يظهروا يلعبوا. حتى أنا أولادي أنه هلأ صاروا مراهقين وما بنخاف عليهم، إذا بدهم ياخذوا بيسيكلات ويلفوا بقلب بيروت بضلني ايدي على قلبي، مش لانه هن ما بيعرفوا، لانه ما في طرقات مؤهله للواحد يركب بيسيكلات ويلف بقلب المدينه. صحيح. يعني بدنا نسوق كثير، ناخذ السياره، نعمل جهد، ندفع مصاري، وهيدا مطلوب طبعا من الدوله والبلديات ان شاء الله هلا ضمن البرامج تبعتهم. وصلنا لامتين لازم نبلش نهتم بالولاد ونقول لهم قديش لازم شو لازم ياكلوا هلسي. نعم. قبل ما السيدة تحبل لازم تكون عم تنتبه على غذائها وغذاء الزوج. تذكروا انه ما بيكفي بس الام، ما الزوج كمان عم بي نص الشغل. حتى يعني يعني حتى بالعلاقه الجنسيه يكون الانسان بصحه جيده، لانه البذره يلي بده يعطيها وكمان البيضه او البويضه حاملين الجان لازم يكونوا باصح شيء ممكن لحتى طبعا يوصلونا لولد بالاخر بصحه جيده. وكثير مهم جوزيف المتابعه خلال فتره الحمل، شو عم تاكل السيده هي وحامل. بدكم تنتبهوا انه اكيد ممنوع التدخين، ممنوع الكحول، طبعا ممنوع اي شيء دراجز او مخدرات. يعني هيدي بنرددها وبنرددها، بس انتبهوا ما تاكلوا شو ما كان يا سيدات انتو حوامل، لانه هذا بياثر على صحه الجنين وعلى مستقبله. حتى فاست فود. نعم. فاست فود، مشروبات، محلات، كل شيء بياثر على مستقبل الولد من بعد ما يخلق. وهلا في دراسات كثير عم بتتابع الامهات من اول ما تحبل لحد ما يصير الولد عمره سنتين، وهون عم بيدرسوا تأثير كل هالفترة على. وهيدا في دراسة كمان بلشوا فيها بالجامعة الأمريكية ببيروت، عم بيتابعوا سيدات حوامل وراح يضلوا يتابعوا الولد ليصير عمره سنتين ليشوفوا شو راح يأثر غذاء الأم وغذاء الطفل بأول سنتين من حياته. نعم. كمان منكمل قبل ما سبقنا الوقت عن أهمية أكيد الرضاعة. الرضاعة كتير مهم لحتى تحمي الأم والولد من زيادة الوزن ومن السمنة، وكتير مهم أنه ننام مضبوط. نحن وهلأ طبعا أنت وحامل أو بعد ما تولد يمكن ما كتير الواحد بينام مضبوط، بس كتير مهم نركز
على النوم عند الأطفال جوزيف، لأنه الولد اللي ما بينام مزبوط بيسهر كتير، بلقمش أكتر، تاني نهار بيكون تعبان بده يأكل أكتر ليضل. مرة قلت لي حتى لو ما لقمش، إذا مجرد ما سهران كأنه عم يأكل وبينصح، لأنه في شيء بالجسم هرمونات الجسم. نعم. ولا وبعدين كتير مهم جوزيف أنه أنت تاني نهار وقت يوعى الولد بده يصحصح مثل ما بيقولوا، بده يأكل أكتر لحتى يكون واعي، إن كان بالمدرسة أو تيلعب إذا ما بيروح بعد على المدرسة. كتير مهم نحط ساعات نوم للولد وللكبار أكيد كمان. وعندك نوصل لمشكلة المدرسة. المدرسة عندها دور أساسي لثلاث أمور أساسية. أول شيء تأمن تأمين المنتوجات الصحية بقلب النطاق المدرسة بالدكان. يعني أنا هلأ ما بقدر أتصور مدارس بعدها عم بتبيع تشيبس، مشروبات طاقة ومشروبات غازية ومشروبات محلات بقلب عقر دار المدرسة. يعني أنا ما في أتصور مدير مدرسة بيقبل مدرسته تبيع هالشي. بتعرف نحن بمشروع أجيال سليمة يلي عم نعمله مع وزارة التربية وجامعة الأمريكية ببيروت بالاشتراك مع شركة نسلي، عم نبرم على كل المدارس وعم نعطيهم تثقيف وعم نعطيهم أنشطة لحتى نوعي الأولاد من هن وعمرهم 8 سنين. نعم. على أهمية الغذاء. صار في عنا أكثر من 300 مدرسة داخلة معنا، مدارس رسمية عم تتوجهوا للمدارس وعم تعطوهم التوعية. نعم. وعم نشتغل كتير مع الدكان والمدارس يلي ما عم بيكون الدكان عندها مزبوط، ما يعني المدرسه بعد فينا نراقب، ولكن بالجامعات ما بقى فينا لانه بيكونوا صاروا بيكونوا صاروا. لازم من الاول نبلش لهم. وكثير مهم انه كمان ارجع نركز على اهميه الرياضه بقلب المدرسه. يعني بليز هالساعتين الرياضه اللي عنا اياهم بالمنهج الدراسي ما تشيلوهم تعطوا محلهم مات او تعطوا محلهم سيونس لانه الاولاد ما يعني ما ملحقين. حصه الرياضه مهمه قد اي حصة تانية. واخيرا بس لازم ننتبه انه اذا عندنا ولد عنده سمنة لازم نشترك كلنا سوا كاختصاصيين بعلاجه. يعني بدنا نحكي مع الطبيب طبعا والاختصاص التغذية اللي هو بيعرف شو لازم ياكل من دون ما ياثر شيء هالشيء على نومه. في امراض كمان وراثيه مثل الكوليسترول والتريجليسيرين، وهذا عم نشوفها كثير. كوليسترول والسكري كثير عم نشوفه عند الاطفال. بقى العلاج كثير مهم مع اهميه طبعا الوقايه اللي حكينا عنها، بس وقتها تصير المشكله موجوده العلاج ضروري كمان. لا غنى عنك وعن نصايحك. ميرسي جوزيف. شكرا لك كارلا. بشوفك ان الله راد. نحن اليوم الثلاثاء نهار جمعة. ان الله راد. نهار جمعة بحلقة جديدة. لكل المشاهدين احنا وياكم مكملين عالم الصباح. بذكركم ان اليوم عالمنا صباحي ل 12:30 بتوقيت بيروت، استثنائيا لنقل وقائع المحكمة الدولية. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة. خليكم معنا.